السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم كيك أو كاطو بالشوكولا، وهذا الكاطو ما استعملتش فيه البيض، لكن استعملت مكون سحري يعوض البيض، غير مكلف وفي متناول الجميع. جميل الكمية اللي راكم تشوفوها في الصورة، حضرتها بدون بيض. سنبدأ أولا في تحضير السيروة والشربات بالشوكولا ونخلوها تبرد. سنمر مباشرة إلى مكونات السيرو وطريقة التحضير. بسم الله. هنا في الكاسرونة راني واضعة نصف لتر نتاع ما يعادل 2 كوب. استعملت الكوب الذي يزن 250 مللتر نتاع ما. غادي نضيفوا له نصف كوب نتاع سكر ما يعادل 100 غرام. هاد السيرو ما غاديش نخليه يولي حلو بزاف. من بعد غادي نضيفو بودرة كاكاو أو شوكولا على شكل غبرة. غادي نضيفو 3 ملاعق كبار، أضفت الشوكولا المرة. من بعد غادي نوضعو الكاسرونة فوق النار ونقعدو نخلطو باستمرار. من يبدا الخليط يغلي غادي نحسبو 5 دقائق ونطفو عليه. هنايا الكاسرونة راني وضعتها فوق النار، نقعدو نخلطو باستمرار. من تشوفو ولا يغلي كيما راكم تلاحظو من فيه الشوكولا، غادي يقعد يغلي ويطلع حتى الفوق. هنايا باش ما يخرجلكمش من الكاسرونة، رفعو الكاسرونة الى الاعلى، حتى لو كانت نقصو على النار غادي ايضا يطلع حتى الفوق. نقعدو هنايا نخلطو باستمرار مدة 5 دقائق. في الاخير الدقيقة الأخيرة أضف 2 ملاعق كبار نتاع الزيت، تقدروا تضيفوا ملعقة كبيرة نتاع زبدة أو مارغارين. من بعد تخلوا السيرو تاعكم حتى يبرد مليح، يعني تخلوه يغلي دقيقة فقط مع هذاك الزيت، ومن بعد تخلوه يبرد باش تستعملوه. هذا هو القوام نتاعه، ومن يبرد يزيد يولي ثقيل أكثر. سنمر الآن إلى تحضير العجينة. بالنسبة للمكون السحري اللي استعملته في مكان البيض هو الماء نتاع الحمص المعلب اللي راكم تلاحظوا فيه في الصورة. استعملت كوب ما يعادل 200 مللتر، وهذا الحمص المعلب كما راكم تلاحظوا في المكونات لا يحتوي على مواد حافظة، يحتوي فقط على الحمص الماء والملح. بالنسبة للملح من دقت هذاك الماء ماشي مالح بزاف، يعني تقدروا تحضروا به هذه الوصفة، لكن اللي استعملتوا الحمص المعلب ودوك شفتوا باللي هذاك الماء راه مالح، هنا ما تضيفوش القرصه نتاع الملح اللي غادي تشوفوها في المكونات. كما راكم تلاحظوا هنايا صفيت هذاك الماء واخذت منه كوب ما يعادل 200 مللتر. سنحتاج ايضا الى السكر كوب او 200 غرام، نحتاج الى بودره كاكاو او شوكولا على شكل غبره 3 ملاعق كبار، نحتاج الى سكر فانيلا ملعقه صغيره او كيس واحد، قرصه نتاع ملح، وايضا خميره الحلوى 2 ملاعق صغار او 2 كيس او 20 غرام، وهنايا الفارينة او الدقيق الابيض 400 غرام. ونحتاج ايضا الى الزيت ما تكرتاش مع المكونات الاولى 200 مللتر او كوب غير مملوء. هنا في اناء الخلاط غادي نوضعو الماء نتاع الحمص، نضيفو له القرصة نتاع الملح، سكر فانيلا والسكر. من بعد غادي نخفقوا هذه المكونات حتى نتحصلوا على مورانغ، يعني غادي في الاخير نتحصلوا على مورانغ تكون متماسكه. مده الخفق غادي تكون طويله شويه. هنا كما راكم تلاحظوا راني نوجد في الدقيق الابيض، خلطته مع بودره الكاكاو وايضا خميره الحلوى وخلطتهم وخليتهم على جهه. في الاخير غادي نضيفوهم. من بعد هنايا نقعدوا نخفقوا في المكونات اللي وضعناهم في الإناء، تقدروا أيضا تخفقوهم بالدراب الكهربائي العادي، لكن غادي يطلب بعض الوقت. هنايا 8 دقائق باش تحصلت على الميراك كما راكم تلاحظوا متكاتفة ومتماسكة، يعني الدقيقتين الأولى والثالثة والرابعة يكون مازال سائل، يعني الماء تاع الحمص لازم له الوقت باش تتحصلوا على الميراك. وهنا كما لاحظتوا شفتوا الكثافة نتاعها. هنا غادي نخلطوا ونضيفوا الزيت حتى نشوفوا الخليط تجانس، من بعد نضيفوا الخليط نتاع الفارينة او الدقيق الابيض مع خميرة الحلوى وبودرة نتاع شوكولا او بودرة كاكاو. غادي ايضا نخلطوهم قليلا حتى نشوفوا هكاك العجينة راها متجانسة. في الاول بسرعة بطيئة باش هذيك الفارينة ما تخرجش من الاناء، من بعد تزيدوا في السرعة حتى تشوفوا المكونات تجانسوا وتحصلنا على عجينة ملساء. هنا تقدروا تكملوا بواسطة سباتولا، تبقى لكم هكاك في البول مازال ما تخلطوش مليح،
وكما لاحظتوا ما اضفناش الحليب، لاننا هذا الكاطو غادي من بعد نسقوه بالسيرو. لكن الا ما بغيتوش تسقوه بالسيرو تخلوه ناشف مثل الموسكوتشو، هنايا اضيفوا بالتقريب نصف كوب نتاع حليب او 100 مليلتر. هادو القوالب اللي استعملتهم دهنتهم بالزيت، ولازم تعمروا فقط النصف نتاعهم. انا عمرتهم ثلاث ارباع، من بعد طلعوني بزاف وبعد لقيت صعوبه باش نسقيهم بالسيرو، يعني عمروهم فقط النصف. بعد هنايا تعدلوها بواسط ملعقه او ظهر ملعقه، وماذا بكم وضعوا شويه زيت في ظهر الملعقه باش تكون عندكم مساحه ملساء. والعجينه المتبقيه وضعتها في غامكان واحد اخرين، يعني ماشي مشروط تستعملوا هذا القوالب، تقدروا تستعملوا قالب واحد وديروا كاطو كبير، ولا تستعملوا قوالب صغيره، وتقدروا ايضا تستعملوها مثل لي مادلين، يعني تفرغوهم في الكيسات على لي مادلين وتطيبوهم مثل لي مادلين. هنا راني نعدل في المساحه العلويه، وضعت شويه زيت في ظهر الملعقه، من بعد نسخنوا الفرن على درجه الحراره العاديه 180 درجه مئويه، ما يعادل 350 درجه فرنهايت، ومده الطهي كانت 35 دقيقه. هنايا خرجت البلاطو من الفرن كما راكم تلاحظون تفخوا بزاف، وهنا لازم تتاكدوا باللي طابو من الداخل بواسطه كيوردون او سكين تدخلوه في وسط الكاطو. الا خرج ناشف عرفوا باللي الكاطو راه طاب من الداخل، لكن لا شفتوا هكا العجينه مازال راها في الكيوردون، عاودوا دخلوه للفرن وكملوا له الطياب. بعد هنا غادي نخلوه يولي دافي او يبرد قليلا عاد باش تسقوه بالسيرو. شوفوا القوام نتاعه كيفاش يجي مثل الموسكوتشو او الكيك العادي. هنايا بعد ما ولا دافي تقبته شويه باش السيرو يدخل بسرعه. وهذوك القوالب الصغار ايضا حليتهم شويه بواسط الشوكه في الوسط باش السيرو يدخل بسرعه، لانه كما لاحظتوا الكيك انتفخ بزاف، لو كان نفرغ السيرو مباشره غادي يخرج من القالب. والسيرو ماشي مشروط تستعملوه، لما كنتوش تحبوا الكيك مشمخ تقدروا ما تستعملوش هذا السيرو، لكن في العجينه اضيفوا 125 مليلتر تاع حليب ولا 100 مليلتر باش هكاك العجينه ما تجيكمش ناشفه بزاف. من بعد هنايا بالنسبه للكلاصاج هذا اختياري ايضا، انا استعملت هنا اون طابلا دو شوكولا الوزن تاعها 100 غرام، وغادي نضيف لها 50 مليلتر تاع حليب. تقدروا ايضا اضافه كريمة الطهي أو كريمة شونتيي السائلة. بعد هنايا دوبته في الميكرون، تقدروا تذوبوه في حمام مائي حتى تشوفوا هكا الشوكولا ذابت تماما. بعد تخلوها تاني غير شوية تولي دافية وتوضعوها في المساحة العلوية نتاع الكيك نتاعكم للتزيين. والتزيين دائما يبقى اختياري، تقدروا توضعوا اي غلاساج اخر عندكم ناجح. تقدروا ايضا ما تستعملوش الغلاساج وترشوا شويه بودره شوكولا او بودره كاكاو في المساحه العلويه، تقدروا ايضا ترشوا السكر الناعم، يعني لكم الاختيار. تقدروا ايضا توضعوا الشوكولا البيضاء بنفس الطريقه، تذوبوها وتوضعوها في المساحه العلويه. هنايا في الاخير اضفت مكسرات من الفوق، واضفت ايضا شوكولا رابيتها وضعتها في القوالب الاخرى، يعني تزيين جد بسيط. دوك تشوفوا كيفاش جاء من الداخل وشهية طيبه. بالنسبه لملاحظه اليوم، عوض ما توضعوهم في قوالب فرديه صغيره، تقدروا العجينه تفرغوها في قالب كبير وتدخلوها للفرن وتطيبوها عادي، ومن بعد ديروا لها الكلاصاج وتقطعوها الى مربعات. وصلنا الى نهايه الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.